ان شاء الله وتستمر البطولات في النادي الاهلي ان شاء الله. النهارده كابتن طاهر كان في التصويبات الثلاثيه كان ليها دور كبير جدا الصراحه. ريم موسى ونور الله طلعت رغم ان نور كمان من اصحاب الاطوال ولكن كانت مميزه في الرميات الثلاثيه. هي طبعا نور من اللاعبات اللي سنسهم عالي على الباسكت يعني هدافه من الطراز العالي يعني. وكانت برضك 3 بوينت او الرميات الثلاثيه هي برضك اعتقد ان هي جابت 3 او 4 كانت فارقه في على مدى الكوارتر الاولاني والثاني والثالث بس كان مش واضح. وكذلك ريم موسى منهم كورتين عملت فرق برضك في وقت من الاوقات. وايضا ساره مغربي كان ليها برضك وساره مغربي و طبعا هاله مصطفى وهاله مصطفى في الكوارتر الرابع نجمه الكوارتر زي ما الكابتن بيست كانت نجمه وهي طبعا بس انا لا يعني هي طبعا كانت هايله وكانت ليها دور كبير قوي في الفوز بس بقيت زمايلها كان ليهم على مدى البتاع ده الثلاثة كوارتر اللي قبليها كانوا فعلا فعالين. هو بس كان زي ما احنا قلنا ان سبورتنج كان الاستاذ العام فاروق نائب رئيس نادي الاهلي طبعا وجوده مهم مع فريق كره السله السيدات وقد ايه بيشعروا الابطال بطولات النادي الاهلي بالدعم الكبير من مجلس الاداره. وجود الاستاذ محمد سراج وايضا نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العامر فاروق موجود معاهم في لحظه التتويج ودي من الحاجات الجميله جدا. صوره الموسم وفرحه الموسم وادي فرحه اللاعبات وده بيبين عليهم جدا قد ايه المجهود اللي كان طوال السيزون بيتوج بيه بطوله لقب مهم بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي مهما كان دولاب بطولاته كل لقب مهم جدا كانه اول لقب النادي بيحصل عليه وده اللي بيصنع الفارق التاريخي الكبير للنادي الاهلي في كل اللعبات وفي كل الرياضات بيجي من هذا الاساس روح الفانيلا الحمراء. وطبعا هذا الكأس إلى كل جماهير النادي الأهلي ألف ألف مبروك مرة تانية وثالثة ورابعة للأبطال إن شاء الله يكملوا في هذه المسيرة. كابتن سيد يعني كان الأداء والنتيجة وكيفية إدارة المباراة الكوارتر الرابع اللي كان في إدارة فنية وعي تكتيكي كبير من كابتن إيهاب الألفي عمل الفارق للنادي الأهلي. انا معاك بس احنا اتكلمنا في الاول ان النادي الاهلي فيه لاعبات مميزات كتير. لو انت بصيت على المباراه النهارده هتلاقي كل جزء المباراه فيه لعيبه مميزه وهي شالت الجزء ده. يعني الكوارتر الاولاني والثاني كانت نور علي طلعت ممتازه وهايله. الكوارتر الثالث جت ريم موسى وجت ساره مغربي هم اللي عملوا الفرق. بعد كده بقى في الوقت المناسب هاله بقى استردت شخصيتها وقوتها كلاعيبه جامده جدا وقامت بالماتش كله في الكوارتر الرابع. الخبرات كابتن سيد صنعت الفرق بالنسبه للنادي الاهلي؟ يعني هو طبعا خبرات سبورتنج اكتر لكن النادي الاهلي حسينا في الكوارتر الرابع ان ريم وهاله ونور الله طلعت الصراحه نور عملت جيم هايل. يعني انا برد دوت طبعا البنات دولت لعبوا كتير خبراتهم عاليه بس كمان العنصر البدني عندنا افضل بكتير وده اللي خلانا تمسكنا للاخر. انا عايز بس اقول لقطه على الكابتن عمري طول عمره حتى هو كان بره المجلس مهتم جدا بالباسكت من ايام ما كنا احنا ماسكينه كان متابع وهو اللي واقف ودعم للباسكت وحتى هو بره المجلس فده مش جديد على مجلس اداره النادي الاهلي وهما دايما اصحاب صناعه الفرحه لجمهور النادي الاهلي. هو الفرحه حلوه يعني فرحه باينه على البطولات مفيش حاجه احلى.